اكشن. بسم الله. البرينيوم اكيد واخدين بلفس وعارفين البلفس شنو هو، والبرينيوم هو حاجه تحت البلفس. وش تكلموا عن البرينيوم؟ تكلموا عن البرينيوم، هو عنده مكان محدود. حد شوفوه قبل؟ ركزوا معي. لو جينا للبلفس اللي واخدينه مع بعضنا، عارفين انه في بلادر يبقى تحتها يوريترا، صح؟ في يوترس يبقى في تحتها فاجينا، في ركتم يبقى تحتها ايرين كانال. عارفين كويس انه في حاجه اسمها لور لم. الفراغ اللي بتقول اللور لم هنا والبلفس من فوق اسمه برينيوم. البرينيوم محصور بين ذوز تراينجل، تراينجل انتيريور وتراينجل بوستيريور. الانتيريور تراينجل فيه يوريثرا والبينس الروت كناميل، وفيه يوريثرا وفاجينا كان في ميل، صح؟ فاحنا نقول عليه يورو جينيتال، يعني يوريثرا وجينيتاليا. فيورو جينيتال تراينجل اهو، وهذا فيه الاني كنال، وحناخذه مع ستيورت الفرصه فاسمه ان تراينجل. وبالتالي لو حطينا مريض في اللي تتمي بوزيشن الوضعيه هذه، هي الوضعيه هذه عارفينها وضعيه اوت اللي اخذناها في البلفس، عارفين هذا سيمفيسز بيوبس اسكال تيبرستي تيب اوف ذا كوكسيكس بينهم بيبك ارش، وهذا ساكر تيبرس ليجمنت، صح؟ هو باهي. لو عملنا خط وهمي ايميجينري لاين بين تو اسكال تيبرستيك يولي انتيريور تراينجل يوريثرا وفاجينا كان في ميل، فهذا يورو جينيتال تراينجل، وهذه ان كانال، يبقى هذا ان تراينجل. اكيد لاحظتوا ان الان تراينجل جنبها على اليمين وجنبها على اليسار فصه، تسمى اسكيو على الاسكيميك، ركتال على الركتم، فتسمى اسكيو ركتال فصه. واضح؟ واضح ان البوستيريو تراينجل يتكلم عن ان كانال واسكيو ركتال فصه. واضح ان الانتيريو تراينجل بيتكلم عن اليوريثرا والفاجينا وغيره وغيره وغيره. الانتيريو تراينجل كي الانتيريو تراينجل في طريقه حاجه ثانيه حناخذوها بيجي ممبرين. اكيد تتذكروا في الابدومن السنه اللي فاتت عاد ان في لاير اسمها ممبرينس لاير، صح؟ الممبرينس لاير تمشي 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 لحد ما تنزل هنا. فهذا بتكلم عليه اليوم في البرينيه. شوفوا معي هذه الرسمه جمعت لي النبي. هذا الركتم اصبح اني كانال، هذه بلادر في الان ميل اصبحت يوريثرا، وهذا الروت اوف ذا بينس. شو صار؟ جتنا لاير من الابدومن، شفتوها هي تسمى ممبرينس لاير. هي الممبرينس لاير مشت 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 لحد ما شدت في بادي اسمها برنيال بادي. واكيد عارفين كلكم ان الاني كانال قدامها بادي اسمها برنيال بادي، وخلفها بادي اينو كوكسجيال بادي. اينو كوكسجيال بادي. البرنيال بادي البرنيال بادي شاد فيه بلفك ديافرام. اهو هذا يا جماعه بلفك ديافرام. بلفك ديافرام من جهه وممبرينس لاير من جهه داروا البرينيوم. وبما اننا في البرينيوم يبقى من حق ندير ممبرين اسمه برينيوم ممبرين. اهو برينيوم ممبرين صار عندي توا في النص في برينيوم ممبرين. خلاني نتكلم على تو باوش. بالمناسبه التراينجل اهو شو اسمه؟ اين التراينجل؟ التراينجل هذا كله شو اسمه؟ يوروجيت التراينجل. قسمه ممبرين اسمه برينيوم ممبرين الى سوبرفيشال وديب. سوبرفيشال برينيوم باوش وديب برينيوم باوش. تسأل فيهم هل في الامتحانات. بالنسبة سوبرفيشال برينيوم باوش، هاهي سوبرفيشال برينيوم باوش فيها الآتي. لو تبيش تلخبط روحك، حاجة واحدة روت اوف ذا بينس وثلاثة مصل فقط. ثلاثة مصل سوبرفيشال وروت اوف ذا بينس، هذا كونتنت اوف سوبرفيشال انجوينال باوش. تعال نحط لها باوندرز نحطها في مكانها الصح. سوبرفيشال برينيال باوش فيها حاجتين بس راح في الميل، روت اوف ذا بينس ومصل اسمهم سوبرفيشال مصل. باهي نحطوها في مكانها. شوفوا تحتك ممبرينس لاير، فوق منك البرينيال ممبرين، مال الديب تحتي البرينيال ممبرين، فوق مني بلفك فاشيا. خلاص يبقى لو اني ركزوا معي، لو اني هذه هي الجلاند، هي
يبقى نيكك لاد موجود فما باوش جيم بين من ومن؟ بين البنبب والبرنية صح؟ لو انا كان رد في دابينس بين من ومن؟ برنية ممبرين وممبرين السليار. السؤال يطرح نفسه ديما يتكرر في الامتحانات content of the superficial, content of the deep. ايضا في سؤال مهم جدا، من الذي يخترق البرنية الممبرين؟ شين يخترق؟ هذا اصلا تتكرر ديما كامتحانات. نبدو بسم الله. اولا عندي هي السوبرفيشال باوش فيها حاجتين كان اميل احفظهم، روت اوف ذا بينس هذه حاجه، روت اوف بينس وثري مصل سوبرفيشال. باه نبدو بالمصل هي في عضله اعتبرها بالعرض سوبرفيشال ترانسفيرس جريناي مصل، خلينا نفسرها اختها هي ديب ترانسفيرس جريناي. ركزوا زوز عضلات بالعرض، زوز ترانسفيرس وزوز بريناي، بس واحدة سوبرفيشال واحدة؟ حلو. عضلة اسكيو كافرنوزوس وبلبوس بونجيوزوس، شن قصتهم هذول؟ بوريكم صورتهم قبل على السريع. شوف لو انت فكرت معايا هي في الرسمة هذه، هذا الاسكيو ملا في حاجة اسمها اسكيو كافرنوزوس. شو الكافرنوزوس حناخده توا؟ اسكيو كافرنوزوس وبلبو سبونجيوزوس، هذا مزوز ولا؟ وسوبرفيشال ترانسفيرس برينايد. هذا على فكره ميل وهذه فيميل، حتى الفيميل عندها اسكيو كافرنوزوس بلبو سبونجيوزوس وسوبرفيشال ترانسفيرس برينايد. تمام اكيد؟ تمام. هذا الروت اوف ذا بينس. البينس شو صاير؟ جايه جزء هيك يا من جهتين اسمها كرس، هذا رايت كرس وهذا ليفت كرس، وجاي هنا بلب اوف ذا بينس. صار البينس عند حاجتين، كروره مفروضها كرس وبلب. باه باش نفهمه كويس خلينا ناخذ شويه كلام عن البينس هي وبعدين نرجعوا لموضوعنا. هذا البينس هيك، هذا البينس، هذا الروت بتاعك، وهذا البينس من برا. الروت هي موجوده فما باوش سوبرفيشال. انا وعدتكم ان سوبرفيشال بني باوش فيها روت اوف ذا بينس وبصل. كم بصل؟ سوبرفيشال ترانسفيرس بريناي مصل، شو الثاني؟ اسكي كافرنوزوس وبلبوس بونجيوزوس. تعال نهدرسوا على الروت اوف ذا بينس. البينس يا شباب عنده بلب، بلبوزه واحده بلب هو، عنده زوز كراس، رايت كراس وليفت كراس. اذا لما نقول روت اوف ذا بينس قبل ان تو كرورا بل وزوز كرورا. وباي ذا واي بالمناسبه اليوريثرا تخش في البلب تولي بلبس يوريثرا تتكلم عليه سبونجي بنايل. شوف هذه وينترا بلبر تتكلم عليه البلب خش توسط اليوريثرا. شوفوا شو صارتها كملت مع البلب لحد ما طلعت برا هيك الجزء هو اصبح اسمه هو كله نحكي كوربس سبونجيوزم. كوربس ايش؟ سبونجيوزم. كم عندي كرورا؟ زوز. اصبحوا كوربورا كافرنوزا، ما تعقدش روحك. كوربورا جمع كوربس، كافرنوزا جمع كافرنوزم. اكيد تعرف الاوفم شو جمعها؟ اوفا. اذا كافرنوزم كافرنوزم. باه انا كنت خاش مشروع البينس بزوز كرس، ما زوز كرس، واحد بلب ولا واحد بلب اصبح كوربس منه سبونجيوزا. زوز الكرور اصبحوا كافرنوزا. انا باش ما ننساش ديما شنو نقول، ترى نقول سبونجيوزا سنجل، سبونجيوزا وحده جايه من بلب. ما هو بنمسكي شو بيقول لي عاد الكوربس سبونجيوزا از ا كونتينيويشن اوف ميني توا يقول الكرورة ونقول له غلط. صار سبونجيوزا اس جاي من بلب، وزوز الكرورة كان شو ولو كافرنوزا، صار كوربس كافرنوزاس منهم زوز، كوربس بنجيوزم منهم طرف واحد. أنت تقولك وأنت تقولك شوف معايا البينس من برا اسمه كوربورا كافرنوزا وسبنجيوزم، البينس من داخل هو روت بلب وزوز كرورا صح. وبالمناسبة خلينا ناخذ البينس من مرة، اليوريثرا لما تخش تعمل بلب انترا بلبر يوريثرا فصة تمشي 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 لما تنتهي
تولي فصة نافيكلارز أو فصة ترنيارز. وبالمناسبة لاحظة البلك أصبح سبونجيوزم، أصبح منتفخ في الأخير اسمها جلانس بينس. جلانس بينس، البينس لازم تبتف في مكانها. هذه ليني ألبا وسيمفيسس فيو، بس العاديات في الأبدومن. ليني ألبا وسيمفيسس بين البينس والسيمفيسس سسبنسري ليجمنت مداعب، ومن ليني ألبا جاي ليجمنت لافف عليه اسمها فاندي فورم ليجمنت. فعندي زوز ليجمنت أبدومن هما سسبنسري وفاندي فورم، اللي مع السيمفيسس سسبنسري اس مع الاس، والمع ليني ألبا فاندي فورم ليجمنت. خلاصوا تو حتى حد سألني على البينس حنقول عبارة عن روت متكونة من بل وزوز كرورة، عبارة عن بادي متكون من زوز كافرنوزا واحدة سبونجيوزا، ونهاية السبونجيوزا انتفاخ اسمها جلانس بينس. صحو وشفت جلانس بينس توا عليه كفر اسمه بروبيوس، صح؟ هذا بتاع اللي هو الطهارة، اللي فيه طهارة بروبيوس شاد بفرينيولم، وهذه تذكروا التنك الثاني بتاعنا من لطف فيه طرف لحمة ولا شادة من لطف، هذاك اسمه فرينيولم حتى في التنك، حتى اسمه فرينيولم. وهذه تركيبة البينس بالكات سكشن. تعال نفكر مع بعضنا ترى، شو رأيكم؟ شوفوا معي، لو عملنا سكشن هنا، لو قصر هنا كم نلقى قطعة؟ ثلاثة زوز مني كفرنوزا واحدة وشين وسط سبونجيوزم يوريترا. شوفوا المقطع هواي، شفتوا المقطع هذا؟ شوفوا كوربس كفرنوزس كوربس كفرنوزس كوربس سبونجيوزم، شين وسطها يوريترا. حلو، في سكن ولا الاصفر صبر في شير فاشيه ولا بعد ديب فاشيه. شنو عند البينس؟ عنده زوز نيرف اسمهم دورسال نيرف، مش بعدين دوروها بتو شو اسمه؟ وعنده ارتر اسمه دورسال ارتر، وعنده فين دورسال فين حلوه على ظهر البينس، لكن النيرف اسمه دورسال نيرف يمين ويسار، الارتري دورسال ارتري يمين ويسار، الفين كوربورا زوز كافرنوزا كوربس سبونجيوزم، النيرف دورسال نيرف يمين ويسار، الارتري دورسال ارتري يمين ويسار، الفين دورسال فين سوبرفيشال وديب، يولي سوبرفيشال دورسال فين وديب دورسال فين، كانه كان زوز نيرف بعدين زوز ارتري بعدين زوز فين كل بوكس سوبرفيشال وديب. صحو بما ان هيك يبقى في داخل ديب ارتري اوف ذا بينس، داخل منه كافرنوزا، وفي ارتريين اسمهم ارتري اوف ذا بلب. صاركها البلب عنده ارتري ويوريترا، الكافرنوزا عنده ديب ارتري، والبينس شخصيا عنده دورسال نير دورسال ارتري ودورسال بينزوز سوبرفيشال دي. تمام تمام هيك. طيب حاليا شباب عرفنا كاتسكشن اوف ذا بينس، تمام هيك تعرفت على البينس. مش لما نتكلم تو على البرونيه نتكلم انا فاهم شنو بيقول. اول حاجه اخذناها مع بعضنا قلت لكم ان مقسمين زوز كنال زوز تراينجل من هما يوروجينتر وين تراينجل هما انتيريور و في الكاب سكشن خط وهمي هذا الانتيريور وهذا البوستيريور ان كان اسكيوتل فصه. ممتاز عشان هنا شوف هذه هذا كاب سكشن اوف ذا بينس ولا شوف الكلام تو عاد هذا بينس مقصوص هكي في زوز هذه وهذه كافرنوزا وهذه سبونجيوزا ولا بالمناسبة كافرنوزا والكافرنوزا شن كانوا زوز كرورة صح سبونجيوزا شن كانت بلب هو هذا يبقى هذا من ثلاثة روت وهذا البين الشخصية فهمتوا مقصوصك باهي طالما هذا البلب عليه مصر اسمها بلب سبونجيوزا فهمتوا هذه كافرنوس جايتها مصر من إسكيم إسكيو كافرنوزا صحوا صار فيش ترانسفيرس بنين مصر فيميل شوفوا الفيميل اليوريترا مش فاتحة هنا ولا ما فيش يوريترا هنا ولا ففاتحة هنا هي والفجاينة البلب العادي مسكر أصبح مفتوح هنا البلب صح ولا ولا وفي جريت فيستيبولار جلاندك الحل سوى عاد الحل هذا كرس في في الفيميل كرسو في صح فبالتالي كرورة هذه مزوز
لكن البينس في الفيميل اسمها كليتورس صح؟ اذا ما يعني ما يشبه البينس هو كليتورس ولا؟ فانت حسن توا من اللي تقول فيه كيف ترى؟ كنت تقول كرورة of the penis تو كرورة of the clitoris صح؟ كنت تقول bulb of the penis ولا؟ تو bulb of the vestibule bulb of شني؟ vestibule تو عرفت قارنت بين الروت والروت يعني ها نقولك ها مين عندنا الروت of the penis متمثلا في bulb وزوز كرورة في مين عندنا الروت of the clitoris اللي هو كرورة و bulb of the vestibule براح خلاص كي؟ هذا تفاصيل دقيقة شوية خلونا في الواقع شوية نبوت أو في امتحان هو حنقولك يا عندي صور في شبرنيل باوش ديب برنيل باوش يتبع تيوري تراينجل يوروجينتال تراينجل صح؟ صار هذا كل اسمه يوروجينتال تراينجل في بلفك فاشيا في ممبرينس لاير وفي برنيل لاير ولا؟ صور في شلاير هي فيها ثري مصل وروت في دبينس ثري مصل ما حدش يتكلم معه هما صبفيشه ترانسفير سبريناي ما في واحده ديب اسكو كافرنوزوس بالبوس بنجيوزوس وروت الدبين شوفوا هي شوفوا هذا البال اللي خشته يورثرا وهذا ضد الكروره شفتوا ضد الكروره شنو ولا كافرنوزن والبال شنو ولا سبنجيوزن هذا البينس لما قصنا بكري زوز كربوره كافرنوزا وان كوربوس بنجيوزم صح وهذا الروت داخل انا يهمني شنو توا ان الباوش هي تحتوي روت اوف ذا بينس اند 3 مسل صبفيشه ومش كده بس كان في ميل هتحتوي على كرور اوف ذا كلوترس وبالب اوف ذا فيسبيول وثري ماسلز كاين الروت اوف ذا فينس غادي كنت اقول لك ثري ماسل بالب وكرورا اللي هو روت اوف ذا فينس في ميل ثري ماسل بالب اوف فيسبيول كرورا اوف كلوترس معش في كونتنت اوف سوبرفيشال الديب اكثر محتويات ومهمات حنبداها شوف كيفها هنبدأها كيف؟ أولاً في جلاند هنا اسمها بالبو يوريثرا جلاند هاي الجلاند هي اسمها بالبو يوريثرا جلاند اللي مش عارف يسمعني شوفوا هنا ركزوا معي هاي نهدرزوا عن كيف ماشي سبيرم هذا سكروتم سكن داركس مصل داركس مصل ممبرين سلاير اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريمستريك مصل اد فاشيا انترنال سبرماتيك فاشيا تونيكا فاجينالس وادي تستس طلع السبيرم عن طريق الابيديمس يخش في الكنال فاز ديفرنس الفاز جايب سبيرم هذه امبولا اوف ذا فاز يخلط عليه فراز من السمن الفيزيكال فلاكتوز مينلي يمشي هو التغذيه بتاعه يخش جاكريتوري داكت يخش بروستاتيك يوريثرا ينضاف عليهم سكريش من وين؟ من البروستيت الكلاين ولا سيدك بس يعادل الاسيدتي بتاع منه فاجاينا شوف معي توا في الطريق في يورن صح؟ فرب العالمين قبل لا يطلع السبيرم مكي من هنا يكون الجلاند هذه افرزت سكريشن باش تنظف المجرى هو فاليورين اللي قاعد هنا يتنظف عن طريق الجلاند شنو اسمها بالبو يوريثرا جلاند ينظف المجرى قبل ليطلع السبيرم هل الفيميل محتاج جلاند هذه اذا مش موجوده في الفيميل لكن في الفيميل في 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 جريت في سيبلر جلاند مش موجوده في الميل مثلا تتورث في الميوكس اذا شباب هذه الجلاند شو اسمها بالبو يوريثرا جلاند خلاص عموما بديت بها بالعاني شوفوا بديت بها كأول كونتنت في الديب وهذا فيري كومن كوشن يا جماعة في الامتحان هو كونتنت بتاع الديب هاي بديت بالعاني بالبلبو يوريثرا بس تجيب بقى كيف ترى قول لك ها بلبو يوريثرا جلاند هاي بلبو يوريثرا جلاند حتفكرني بالممبرينس يوريثرا ممبرينس يوريثرا عليها مصر سفنكتر انترنال سفنكتر هتفكرني بمصل تانية اسمها ديب ترانسفيرت برناي مصر ولا هذا اربع حاجات بالبو يوريثرا جلاند اللي فاتحه وين في اليوريثرا اللي عليها سفنكتر تذكرني بالمصل شو اسمها ديب سيرفيس شو ناقصنا ناقصنا نيرف وفيزل ولا دورس نيرف اوف ذا بينس عرفوه لا توكل في البينس
وانترنال بيدد الفيزل. انترنال بيدد الفيزل هذا بحكي لك منه يا جماعه؟ الديب. صار الديب نسمع منكم جلاند شو اسمه؟ بالبو يوريترا جلاند و يوريترا و وسفنكتر و مصر و دورسال نيرف اوف ذا فينس و انترنال بيدد الفيزل. شو اطلب مني طلب ثاني؟ طلب ثاني شنو ترى؟ سمي ستراكشرز اللي اخترقوا الممبرين ولا اخت المصل والمصل كلهم يخترقوا. اليوريثرا تخترق، الجلاند تخترق، النيرف يخترق، الفيزل يخترق. فكل ما تحتويه الديب تخترق البرنين الممبرين ما عدا المصل الزوز. واحد من الشباب قال لي باهي فيميل نفس الشيء، شو خلاص ده بالعكس انترنال بيدد الفيزل؟ نعم. الدورسال نيرف اوف ذا كليتورس بدل شنو؟ فينس يبقى موجود صح؟ المصل موجودة في الفيميل، المصل موجودة في الفيميل، اليوريثرا موجودة في الفيميل، مش موجود الجلاند في مكانها فاجينا. ففي الفيميل بقولكها فاجينا يوريثرا سفنكتر مصل نيرف وفيزل وكلهم يخترقوا في الفيميل إلا زوز شنو؟ مصل. علم هذه هنا بعد اليوريثرا في الفيميل في فاجينا صح؟ شخدنا تو شوف مع شخدنا خلينا صوفيش الباوش محتوياتها وخلينا ديب باوش محتوياتها ونخترق المبرين ولا انا كملت. بعدين شو قلت لك؟ خلينا نشرح البينس شرحناه. تعال شوفوا التراينجل التالي مهم اللي هو شنو؟ شكله يحتوي عين الكنال واسكو يكتب فصة. الرسم خلينا نشرح لكم هذه. هذه بيقول لك شويه معلش ان في نيرف اسمه بيدند النيرف وفي ارتري انترنال بيدند الارتري. تعرفها بزوزو اهو هذا انترنال بيدند وهذا الدورسال نيرف ابن البيدند النيرف. فشباب بيدند النيرف بيدند النيرف يتبع الساكر بلكسس اس 2 واس 3 واس 4. انترنال بيدند اخذنا امس حتى هو تبع منه هذا ترنل انتيريجن شويه بس اللي حضروا امس المراجعه بتاعت الارتري والنيرف. انترنال بيدند الارتري هو والاوبتريتور والفيلوجلوتير برانشز من انتيريجن ديفيجن. بيدند النيرف خديت تذكر بلكسس انا قلت لكم زوز بي تيركنوس نيرف بيدند النيرف صح ولا لا؟ ما علينا راجعوا. بيدند النيرف شو عاطيه؟ دورسال نيرف اوف ذا بينس سكروتال وانفيريور ريكتال صح كي؟ صار عندي انفيريور ريكتال نيرف سكروتال شو الثاني؟ ودورسال نيرف كارتري زيها خليكم معي شويه بيعطي انفيريور ريكتال ارتري زي ما اعطانا شنو؟ انفيريور ريكتال نيرف برنير بصفه عامه زي ما اعطانا شنو؟ سكروتال هنا واضحه ودورسال ارتري هيك شباب في دورسال نيرف في زي دورسال ارتري صح؟ في سكروتل في زي بيرونيل في ريكتر في زي شنو؟ في ريكتر. هذا في حالة انه واحد عقدك وقال لك what are the branches of the بيدن النيرف او what are the branches of the anterior بيدن ايش؟ تمام كي؟ بحث نهدرزو على الانتيريور تراينجل posterior تراينجل. شباب راوا في حاجة مهمة هنا لين الكنال نعطيها لكم من بريولوجي ولا؟ احنا قلتوا مدري مراجعة شوية اي لين الكنال شوفوا 4 سنتي طولها اتجاهها داون وورد باك وورد كانت ركتم واضحة. بالبريولوجي لين الكنال نصين نصها الفوقي اندوديرم نصها اللوطي اندوديرم نصها اللوطي الفوقي ميوكوزا واللوطي سكن صح؟ فوق الميكوزا لا فك بداير حافات اسمها اين الكولومن واللطب داير فالف شبهت لكم انا كلينكس سكي بداير لفات اذا النص الفوقي بتاع الاين كانال كلام هذا مهم حتى في السنه الخامسه تلقوه النص الفوقي عباره عن مجموعه فولد اوف ميكوزا اسمهم اين الكولومن وفي فالف من تحت لكن النص اللطي ما فيش اي فكره عباره عن سكن عادي بالهير بتاعه فيش شيء ده اللابر هاف واللور هاف بينهم زي الخط زي سنونك اسمه دينتيت لاين او بكتينيت لاين شنو يمثل؟ يمثل جنكشن بتوين اندوديرم اند اكتوديرم
الاختلاف الامبرير ايش يصير العراق تشرف الممبرين ايش كان في ممبرين ما علينا لان كان كم طولها شو اتجاهها دارفور دارفور عندنا نصين فوقي انتو يبقى تحتي اكتو فوقي ميكوزا يبقى تحت كن. فوق اين الفالف وين الكورن ما فيش لوطة ولا فوق ولوطة كان بيها ممبرين اصبح مكانه فاضي شو اسمه بالدنتيت لاين لان الكنال شباب فوق تتغدى بالأوتونوميك لأنها ميوكوزا ولا أمراته تتغدى بالإنفيريور ريكتر توخيتو إنفيريور معتها فوق أوتونوميك تحت سوماتيك فوق سمباتاتيك وبارا سمباتاتيك أما تحت اللي هو إنفيريور ريكتر صح كي باهي تعال هذا الزو على البلاد سبلاي والفينوس درينج فوق يجي السيبير ريكتر الأرتري يبقى تحت إنفيريور ريكتر الأرتري فوق السيبير ريكتر فين يرجع بورتر ولا امراطه سيستم تعال ندير المقارنات بسرعه اذا كل شيء احنا بالتفصيل احنا هاي اندو يبقى لطه اكتو ميكوزا سكن اوتونوميك سوماتيك سبتك كبار سبتك انفيريور ريكتر فوق سيبير ريكتر الارتري فوق الفين يرجع بورتر تحت سيستم شكي تمام تمام فوق كله من الركيبوي مش عارف شنو انا تحت شنو ستيفايز كيف تبديلهم تعال هدر زمارة عن شني عن أنواع البواصير فوق في زوز بواصير في بواصير داخلية وبواصير خارجية external pilus و internal pilus البواصير الداخلية كبيرة ما فيهاش وجع لحد ما تطلع أما البواصير الخارجية مؤلمة لأن فيها وجع لأن فيه حس فوق زي السمك يحس فقط شنو بالسترتش أما اللوطي يحس بالبين والتاتش والتمبرتشر والحتكين هذا الفروق بين النص الفوقي والنص اللوطي بتاع الاني كنال تعال شوف الليمفاتيك درينج مهم فوق يمشي المزنتريك ليمف نود في المزنتريك تبعوا معايا ما سبير ريكتال امتداد في المزنتريك ولا اذا فوق يرجع عامل ليمف نود انفيريور مزنتريك ليمف نود اما تحت صبر فيش الانجوان ليمف نود صبر فيش الانجوان ليمف نود واضحه ولا نعوده عودة في الحوش باهي لما نسمع التسجيل هو خلاص هذا فرق بين فوق ولوط في الاير كنال كملناها لكن نبو نتحكمه نبو كونتيننس يلزمنا سفنتر شوف رب العالمين حط لنا انترنال سفنتر و اكسترنال سفنتر اسمعني شوي هاي الانترنال سفنتر انفولنتري ان الانترنال سفنتر تتغذى بالاوتونوميك نيرف external sphincter voluntary تغدى بالسوماتيك شوفوا معي كيف ترى قسمناها ثلاث أجزاء جزء تحت سكن اسمه subcutaneous part جزء برا superficial part جزء داخل deep part معناته external sphincter عبارة عن شنو deep superficial و subcutaneous هذه السفنكتر الخارجية الداخلية شوف شنو هي ترى مش احنا بدي ما نقوله ان مثلا الانتستين فيها inner circular و outer اللي قلت ده المصل circular المصل هي نفسها كونة سفنكتر يعني كيف شفت اللي قلت ده كيف نزلت عادي ولا؟ شوش بنقول يا جماعة بنقول internal sphincter هي thickening of inner circular صح؟ والإكسترنال هذه عضلة إرادية عبارة عن deep part superficial part subcutaneous part صح؟ نبو نعملو كونتينوس نبو نتحكمو التحكم عن طريق سفنكتر الزوز ولا وجود فالف يساعد في التحكم ستول شبه يابس سيمي سوليد فهذا يساعد في التحكم شفت الانجل اللي اخذناها بيوبو ريكتاليس عاملة انجل في السيروجيكال سفنكتر صح هذه تفاصيل اني كنال شخصيا لكن في حاجة اسمها اسكيوكتر فصة مهمة جدا 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 شفتوا شوف رسمات كلكم معي هذا الركتم اخذينه قبل الركتم شباب عنده فولد يمين وزوز فولد على اليسار كيرف على اليمين وزوز كيرف على اليسار ولا عنده ركتم الامبولا ولا ما علاش منه في ليفيتر ايناي مصر هاي ليفيتر شنو ايناي هذه منو اين الكلام كم الطول اب شو الاتجاه داون دور داون نص الفوق ميكوزا ولا نص الروتين سكين في فالف وفي شنو تاني؟ كولومبس صح كيو ساينسز حلو على يمينها
وعلى يسارها اسكيو ريكتال فوسا. مهمة جدا، مثلث القمة متاعها فوق، لاترال وول، ميديال وول، انفيريور وول. من دار انفيريور وول جماعة البتريتر اما وول لاترال وول، هذه البتريتر انترنس وبتريتر فاشيا يدن دن كناك يدن دن كناك صارك يا يدن بتريتر انترنس مصل وبتريتر فاشيا بيدد الكنال. وين جاي يخدمه؟ تعال شوف الميديا له ريفيتر ايناي وين الكنال هيك الضلع واحد هذا ريفيتر ايناي اين الكنال وين جايين؟ ميديا تريتر انترنس تريتر فاشيا بيدد الكنال وين جايات؟ من تحتي. خلينا نشوف شوية شن هي بيدد الكنال هاي التريتر فاشيا ده باللير تنفتح هكي وتنفتح هكي تولي بيدد الكنال. صار بيدد الكنال تتكون من سبليتينج اوف ذا تريتر فاشيا وسطها نيرف وفيزل. شو اسمه الكنال؟ اذا النيرف بيدد النيرف والفيزل تو كنت نهدد عليهم. مش قلت لكم بيدد النيرف يعطي دورسال ويعطي سكروتال ويعطي فيريور مش جنب ارتري اسمه بيدد مش يعطي فيريور حتى هو اهمه. هذا بيدد النيرف الثاني بيدد الفيزل، هذا فيريور نيرف وهذا فيريور فيزل. وضحة كيف؟ وضحة واحدة واحدة. يدين ذا النيرف أعطي في ريكتر انترنال بيدين ذا البزل أعطي في ريكتر صح كيف؟ وأعطي كذا كذا لكن من ضمن أو باش متلخبطوش أو كنت نحكي عليها مش هذا بيدين ذا النيرف مش أعطي في ريكتر مش هذا بيدين ذا الأرتري هذا في ريكتر ما هذا؟ أما شفتوا هذا بيدد النيرف عطي في ريكتر وهذا التالي بيدد عطيت في ريكتر. اذا شباب لو حد سالني عن الباوندرز ما حدش كلمه معي الفصه هذه لا ترى لها تريتر تنس تريتر فاشيا بيدد الكنال محتويه على كذا 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 ميديال وول عباره عن ليفيتور ايناي بين الكنال في الوول سكن كنت انت تشوفها فات ميلي مش فايبر تيشو فريم سكيو فات الفيرو كنيرف اند فيزل لقوها شويه الشباب شو قالوا ترى ما كنت انت لقاها مكتوبه في سنل هيك يا تحتوي الفصه على فات انفيرو كنيرف اند فيزل وبيدد النيرف اند فيزل انسايد بيدد الكنال محتويات هاتي اقبلوها احنا قلنا عن النيتر وول ولا اعتبرها حتى كنت انت واضحه كأنه شفت خط ضيني ماشي الفصل هوا فمور هذا فلاتر الوور لكن كنت انت فصل خلاص شوفك يا نيرف وفيزل نيرف وفيزل وفات هذا شو اسمه الفصل هذه اسكيرت الفصل تم البرينيوم الحمد لله هاي